طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وضيفها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي دول الاتحاد الأوروبي بتخصيص القمة المرتقبة نهاية الشهر الجاري لمناقشة سبل دعم النمو الاقتصادي. ميركل عبرت عن إعجابها بالإصلاحات التي شرعت حكومة ماريو مونتي في تطبيقها. بالنسبة لسرعة ومضمون هذه الإجراءات، أعتقد أنها ستقوي إيطاليا وتجعل توقعات النمو الاقتصادي أفضل. نحن أيضا نقدر السرعة التي طبقت فيها هذه الإجراءات. رئيس الوزراء الإيطالي أثنى من جهته على ألمانيا ومتانة اقتصادها. ألمانيا تقدم لكل البلدان الأوروبية مثالا حيا بأن ضبط الموازنة واقتصادا مبنيا على أساس السوق الحرة هما أفضل وصفة للنمو. لكن مونتي وقبل لقائه ميركل كان قد أدلى بتصريح لصحيفة ديفالت الألمانية دعا فيه برلين لمساعدة إيطاليا على تجاوز محنتها المالية، محذرا من أن الإجراءات التقشفية التي بدأت حكومته تطبيقها قد تشعل في إيطاليا فتيل مظاهرات مناهضة لأوروبا.